نتوقف مع الزاوية الحوارية الأولى في هذه الحلقة، ولقاء مع على الهواء مباشرة مع الدكتور جاسم محمد الأستاذ، مدير مركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي، رئيس اللجنة الفنية لمؤتمر هيدن جلوبل. مرحبا دكتور، ويسعد مساك بكل خير. أول شيء عطنا نبذة عن هذا المؤتمر. طبعا المؤتمر هذا تقريبا صار لنا سنتين نحضر له، وهذا مؤتمر احدى او احد المؤتمرات اللي راح يصير لمؤتمر هيدن جلوبل، لان هذا مستمر راح يكون خلال كل سنتين راح يكون في هذا المؤتمر. عنوان المؤتمر لهذه السنه هو النولج مانجمنت او اقتصاد المعرفه. ليش اخترتوا هذا العنوان؟ طبعا اخترنا هذا العنوان اللي هو بناء على رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي. واحدة طبعا الاقتصاديات القوية الحين اللي تعتمد عليها أغلب الدول المتقدمة، والدول الاقتصادياتها بدأت تطلع في على مستوى عالي، اللي هي الاقتصاديات أو اللي تعتمد على اقتصاد المعرفة. وطبعا إيمانا بدور الهيئة والتزامها مع قطاعات الأعمال المختلفة سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، احنا نبي يكون لنا دور في تعريف القطاعات هذه المختلفة في ما هي الاقتصاد او ما هو اقتصاد المعرفة. لو دكتور يعني ما اقطع كلامك الا بالخير ان شاء الله، تعطينا بس نبذة صغيرة شنو هي النولج ايكونومي؟ زين، النولج ايكونومي هي طريقة جديدة تعتمد في اقتصاديات العالم للتنمية المستدامة. تعتمد النولج ايكونومي على أربع محاور رئيسية: على العمالة المتدربة أو المتمكنة ذو معرفة بالعمل اللي تكون فيه. اثنين، تقديم الفرص الاقتصادية اللازمة للأعمال. ثلاثة، توفير بيئة معلوماتية متكاملة. النقطة الرابعة، الابتكار. جميل. Innovation. جميل، وهذا الموضوع الرئيسي اللي راح يتم طرحه في هذا المؤتمر. في المؤتمر هذا، واحنا طبعا كهيئة احنا اخترنا هذا العنوان واتجهنا بالاتجاه لنا دور في المحاور الأربعة هذه. وشنو النشاطات اللي راح يحتويها هذا؟ طبعا هناك أربع نشاطات رئيسية اللي هي طبعا في أوراق عمل أو أوراق علمية راح تطرح في هذا المؤتمر. اثنين، في مسابقة الكويت الذكية راح تكون جزء من المؤتمر هذا، وهذا طبعا للمؤسسات التعليمية والطلبة. حلو. في جميل، يعني اشركتوا شريحة مهمة بالمجتمع. نعم. اللي هي شريحة الطلبة والمواطنين. نعم. ايضا. نعم. الشيء الثالث هي في دورات متخصصة في النولج مانجمنت وهذا، ودورات معتمدة من مؤسسات عالمية راح يجون الى المؤتمر هذا ويعطون الدورات ويعطون الشهادات المعتمدة او في اختبارات معينة ممكن تقديمها واعطائهم شهادات معتمدة. الشيء الأخير اللي هو طبعا المعرض الاكزيبيشن، راح يكون في معرض في المؤتمر لا علاقة في موضوع المؤتمر إن شاء الله. جميل، والمعرض دكتور يعني شنو مثلا راح تكون محتوياته إذا قلنا يعني بصورة عامة أو مرور سريع؟ هو طبعا التركيز في المؤتمر هذا على الـ النولج مانجمنت، كل محتوياتها بفروعها المختلفة. هناك في عدة بانلز راح يكون لمواضيع مختلفة راح يتم التطرق لها في المؤتمر. هناك حوارات ونقاش لمواضيع مختلفة لها علاقة في الموضوع، زائد طبعا مثل ما تفضلت هناك دورات وهناك شو اسمه يعني أنشطة متنوعة تعتبر يعني متنوعة. ومثل ما لاحظت هي تنفع ناس المتخصصين، لو تكلمنا عن متخصصين وتنفع الأفراد والأفراد والطلبة وكل مهتم في مجال الاقتصاد أو المجتمع المعرفي، الإدارة المعرفية،
الاقتصاد المعرفي. الاقتصاد المعرفي. طيب شنو دور الهيئة في الاقتصاد في هذه الفكرة العامة أو اقتصاديات المعرفة بشكل عام؟ سؤال مهم جدا، يعني هذا أنا أعتبره من الأسئلة اللي فعلا إحنا ودنا نبرز دور الهيئة في المجال هذا. الهيئة منذ يعني فترة طويلة الحين صار لها أنها بدأت تبني استراتيجياتها والخطط الاستراتيجية بناء على المفهوم هذا. لذلك وضعنا خطط لمعرفة جميع الأعمال اللي قاعد تقوم فيها داخل الهيئة. عملنا خطة استراتيجية لميكنة العمل داخل الهيئة، ومن ضمنها اللي احنا راح نشوفه ان شاء الله بالمؤتمر، وهو تحويل المؤتمر هذا الى مؤتمر لا ورقي. يعني داخل المؤتمر هذا ما في ورق، يعني الحلو انه يقولون بداية التغيير تبدا بتغيير الذات بالذات، فانتوا بدأتوا من داخل المؤسسة والحين قاعد تحاولون تنشرون هذه الثقافة الى خارج المؤسسة. وهناك راح يكون في ان شاء الله ورشة عمل كاملة لما عملت الهيئة بالسنتين منذ تولي الدكتور أحمد الأثري إدارة الهيئة، وهو وضع خطة استراتيجية لمكانة عمل داخل الهيئة، وماشيين في الخطة هذه حتى نهاية 2017 إن شاء الله بتحويل الهيئة أو أغلب أعمال الهيئة إلى هيئة لا ورقية. زائد هناك طبعا أهداف استراتيجية ثانية تخدم نفس الهدف، وهو ضبط الجودة واعتماد الأكاديمي وغيرها. هذه كلها تخدم هدف رئيسي، وهو بالنهاية نحصل على عمالة أو خريجين للهيئة ذات كفاءة عالية ومعرفة في أعمالهم، واللي راح يخدمون سوق العمل وبالنهاية يخدمون الاقتصاد المعرفي في حالة أنهم التحقوا في مراكز أعمالهم سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع الحكومي، الخاص أو الحكومي. طيب شنو الجديد اللي راح تقدمه الهيئة في هذا المؤتمر إذا كان في شيء يعني إكسكلوسيف راح تعطينا إياه؟ أنا مثل ما قلت يمكن إحنا مو أول ناس، بس يمكن أول تجربة راح تكون إن شاء الله بالكويت إنه يكون المؤتمر لا ورقي. راح يكون في الحين من الحين الآب طلع، والآب هذا راح يكون جميع التواصل داخل المؤتمر، جميع الأعمال اللي نقوم فيها سواء شرح للمحاضرات، تقييم المحاضرات، سواء الشاتنج اللي يصير داخل المحاضرات نفسها بين شخص وشخص، أو شخص يتكلم عن أي محاضرة أو أي شيء يكون عن طريق الآب هذا. ففي تواصل، في مثل ما تقول تواصل اجتماعي كامل للمؤتمر نفسه، وهذا طبعا أول مرة نشوفه بالكويت، وإن شاء الله يكون بادرة طيبة حق أي مؤتمر ثاني ممكن يطبقون نفس المفهوم هذا. فعلاً. إنزين دكتور، قررتوا منو اللي راح يكونون مشاركين في هذا طبعاً المؤتمر؟ طبعاً هني في مشاركين من دول مختلفة، سواء دول على مستوى العالم من أمريكا وأوروبا والخليج. راح يكونون موجودين إن شاء الله ويانا. مؤتمر عالمي معتمد من اغلب المؤسسات او افضل مؤسسات مثل IEEE، مؤسسات عالميه معتبره في هذا المجال. جميل. زين، وبالمناسبه هذه انا احب اشكر الرعاه اللي يعني صراحه ما قصروا في عمليه رعايه المؤتمر هذا، مثل مؤسسه الكويت التقدم العلمي اللي يعني بادرت، وهي طبعا مؤسسة كويتية عريقة دائما تساهم في دعم أي نشاط علمي أو نشاط له علاقة في رفعة مكانة الكويت. وطبعا في مؤسسات يعني هم ما نهضمها حقها في الشكر، اللي هي مثلا رعاة مثل KGL، مثل بنك بوبيان، مثل شركة الديار. هناك يعني شركات وايد ممكن أي واحد يروح يشوف على الموقع. كلها شركات كانت داعمة لكم ودعم وراعية لكم في هذا المجال، راح تكون موجودة. حتى شركة مايكروسوفت هم ساهمت في المؤتمر هذا. ما شاء الله، يعني كلها شركات لها ثقل كبير. طبعاً يا ريت دكتور يعني توجه كلمة أخيرة قبل لا نختم وياك. أنا طبعا أتمنى أن
القطاع الخاص والقطاع العام يشارك في هالمؤتمر، لأنه مؤتمر حقيقة محضر له من أكثر من سنة الحين أو سنتين تقريبا صار لنا. المؤتمر راح يكون متميز في كثير من الامور، وانا طبعا اشكر فريق العمل اللي ويانا اللي حقيقه يعني شغالين ليل نهار في انه يطلع المؤتمر هذا بالشكل الافضل بالصوره اللائقه، لان بالنهايه هذا المؤتمر يعكس صوره الكويت بالنسبه حق المنطقه والعالم. ونحن بدورنا يعني نشكركم على جهودكم الواضحة، ونتمنى أن ينال هذا المؤتمر النجاح المرجو من إقامته، وننتظر يعني الافتتاح وننتظر نتائج هذا المؤتمر. شكرا لك على حضورك ويانا اليوم مرة ثانية. فاصل قصير مشاهدينا وراجعين.